واحد شريحة شحال؟ عندك 120 هذه 80 مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اكيد مع اقتراب عاشوراء اللي حنا كلنا كنعرفوا بان التقاليد ديالنا في الاسر المغربيه ان ضروري كنشريو الفاكهه في هذه المناسبه هذه، فلذلك حنا جينا باش نشوفوا الاقبال على الفاكهه في عاشوراء مع اقتراب عاشوراء، نشوفوا التمر بشحال، نشوفوا القرقع بشحال، كل حاجه نشوفوا ثمنها ونشوفوا واش الناس مازال كتقطع الفاكهه. السلام عليكم اسيدي. قربنا شويه من الاثمنه ديال الفاكهه خصوصا حنا على مقربه من عاشوراء. أعطيني كل حاجة وثمن. كل التمر، كل البرق، كل شيء، كل شيء عندك. واخا كاين الغلاء هاد السنة هادي؟ شنو السبب ديال شنو سبب الغلاء؟ هادشي تا الشوكولات كيتقداو مع الفاكهة. بداو الناس كيشريو ولا مازال حتى كتقرب يومين ثلاث ايام؟ عاد كيكون الاقبال بزاف. بالنسبه للتمر شحال؟ واخا قولي نتوما بشحال كتقداو نتوما هادشي باش كتبيعوا للناس، نتوما بشحال كتقداو؟ كيقول لك ما كاينش الصوت، قرب شويه خويا الميكرو عندك، كيقول لك الناس ما كاينش الصوت. شحال هذاك التمر؟ 35. علاش غالي هو؟ واخا عكس السنوات مقارنه مع السنوات الماضيه، واش هاد السنه هادي قليله ما كاينش الاقبال؟ كان شويه دابا من كورونا لهنا. واخا نتوما زدتو في الثمن ولا خليتو الثمن هو هو؟ شو الحاجة اللي زدتو فيها نتوما؟ نتوما كبياع هاد المقطع ديال الثمن ديال شويه، بالنسبه للتاع ديال برا هي اللي مزيوده كاع.
تبارك الله لك خويا. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.